من بين الأحداث اللي تعرض ليها الحاج موسى الدرقاوي هي واقعة الصدام بينه وبين الأمير عبد القادر. في هذه الحلقة سنتكلم عن الأسباب وعن الدوافع، ونتكلم عن دور اليهود في إذكاء الفتنة بين المسلمين في الجزائر. أهلا بكم في المخبار السياسي. نروحوا للجزائر ونشوفوا الأحداث اللي صارت عام 1832 والتغييرات اللي كانت حادثة في القادة اللي كانوا مسؤولين عن مدينة الجزائر والذين مهدوا إلى الاتفاقية بين الأمير عبد القادر وبين الفرنسيين. هذا الاتفاقية اللي كان عندها أثر سلبي على نفسية الحاج موسى. في مدينة الجزائر كان الحاكم العام كونت يتعرض للكثير من الضغوطات من طرف الجنرال تريزال، هذا الجنرال الذي خطط من أجل احتلال مدينة معسكر، وكان قد وقع معاهدة ديميشال بينه وبين الأمير عبد القادر. وكان الأمير عبد القادر في تلك الفترة بالذات يعبر وادي شلف. في تلك اللحظة كان جيش الحاج موسى قبالة وادي شلف. طبعا الأمير عبد القادر كان الهدف من مروره لواد أشلف الانفتاح على باقي المناطق الجزائرية من أجل حشد جيش جديد من أجل مقاومة الفرنسيين. وكان هدف الجنرال تريزال من الضغط على الحاكم الفرنسي في الجزائر من أجل نقض معاهدة ديميشال والهجوم على عاصمة الأمير عبد القادر معسكر. وفي هذه النقطة بالذات يدخل دور المستشار اليهودي بن ديرون، هذا اليهودي والذي يتقن اللغة العربية والفرنسية وكان مترجما لدى داي حسين. هذا اليهودي والذي كان يعتبر أن غض البصر عن مرور الأمير عبد القادر لواد شلف هي استراتيجية محكمة لخلق التصادم بين جيش الحاج موسى وجيش الأمير عبد القادر. وبمجرد عبور الأمير عبد القادر اصطدم مباشرة بجيش الحاج موسى، وبالتالي نجحت استراتيجية هذا اليهودي في خلق الفتنة بين الجيشين. اندلعت المعركة بين جيش الأمير عبد القادر وبين جيش الحاج موسى الدرقاوي في منطقة حوش عمورة بتراب قبيلة وامري. وكان تشكيل جيش الحاج موسى غير محكم، في حين كان جيش الأمير عبد القادر جيشا قوي مجهز من الأسلحة والمدافع. وبالضبط بعد صلاة الظهر خطب خطابا محفزا لجيشه واندلعت المعركة، وكانت فيها مدافع الأمير عبد القادر هي الأقوى. طبعا من نتائج هذه المعركة معركة وامري، أولا القضاء على مشروع الحاج موسى الدرقاوي بجمع قبائل أولاد نايل والتيطري من أجل مواجهة المستضمر الفرنسي. ثانيا فقد الأمير عبد القادر 12 جنديا من جيشه. ثالثا قتل ما يقارب 280 جندي من جيش الحاج موسى الدرقاوي. رابعا قام الأمير عبد القادر بأسر الكثير من قيادات جيش الحاج موسى، وبذلك فر الحاج موسى إلى منطقة البرواقية، بعدها مباشرة عاد إلى منطقة أولاد نايل. لكن لم يتوقف عن المقاومة، فأعاد جمع أتباعه لينطلق من جديد لخوض معركة كانت هي الفيصل في تاريخ مقاومة الحاج موسى، هي واقعة الزعاتشة. في الحلقة القادمة سنتكلم عن هذه الواقعة وعن مطاردة الفرنسيين للحاج موسى. سلام.